نحن نقف الآن ونشاهد جبل الزيتون وما يعرف عندنا بجبل الطور، ونلاحظ أن هذا الجبل تم الاعتداء على وقفياته. نلحظ في الجانب الأول ظهور الجامعة العبرية وهداسة، حيث أقامت السلطات الإسرائيلية هناك كيان ومستوطنة حديثة. ثم نلحظ أيضا في هذا الجبل وجود بعض الهيئات الدولية التي أقامت لها مراكز، ثم الكنائس التي وجدت من فترة قديمة، فترة صليبية، كانت موجودة وانتشرت في بطن هذا الجبل. وفي علو هذا الجبل نشاهد المستشفى، مستشفى المقاصد، ونشاهد أيضا بعض الكنائس، حيث أن جبل الطور يشكل في عقيدة المسيحيين موضوع نزول المسيح، ويعتقدون أن المسيح سينزل في هذا الجبل.